بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: أجريت عملية قلب ونصحني الأطباء بعدم الحركة بتاتا، فكيف أصلي؟ نعم، من أجرى عملية قلب أو غيرها من العمليات، أو كان فيه مرض لا يستطيع معه أن يصلي قائما، فإنه يصلي على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فيصلي على حسب استطاعته. هذا من جهة الصلاة. من جهة الطهارة، إن كان يستطيع الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء، وإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. إذا كان المرض يمنعه من استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب بالصعيد الطيب ويصلي والحمد لله، والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج.